حسب اللقاء المهم جدا والمرتقب والمنتظر مش على المستوى المصري بس، كمان على المستوى الافريقي. وليه لا، هو الاهلي اللي بيلعب او طرفه الاهلي، طرفي اللقاء واحد منهم الاهلي. فان شاء الله الرحمن من يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن الساعه 3 او يوم الجمعه تحديدا الساعه 3 هنبقى موجودين معاكم باذن الله بتوقيت القاهره، موجود ملعب الاهلي، لكن المباراه الساعه 5 ان شاء الله، وبعديها هنستمر مع حضراتكم. ايه اللي بيحصل هناك والكواليس؟ معانا كلام لاستاذنا استاذ عصام شلتوت. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ وانت بخير يا رب، وكل العالم من ارض مصر وعام هجري جديد وسعيد بعون الله، وان شاء الله من قناه الاهلي ومن يعني كل الجماهير الحمراء في كل العالم يكونوا بخير يا رب. طيب، يعني حضرتك كاتب يا رب دايما احنا وانت وكل الامه الاسلاميه والشعب المصري في امن وامان يا رب دايما. كاتب حضرتك تقرير مهم جدا النهارده على اللقاء، وشايف بعض النقاط يهمني ان حضرتك توضحها لنا. اتفضل يا استاذ عصام. هو كابتن يعني الصدفه ان زملائنا بره مصر بعضهم بيعمل مع شركات كبرى للتسويق، وحضرتك عارف ان اليوم خطوط مفتوحه في افريقيا. فمواطن مصري حاجه تشرف من احد العاملين استقالوا، يعني الحظ واحد من اللي بيروح يخلصوا لعيبه، فاكتشف انه رئيس النادي عنده حاله يعني من زي ما بيقولوا من العصبيه، يعني لانه عرف ان طاقم التحكيم بقياده الدوري يوسف السرايري وبالتالي احبط، لانه يعني ربما وبالطريقه المعتاده هو حكم نظيف واليد والتاريخ، ولا يمكن ابدا يعني احتوائه بالعادات والتقاليد اللي حضرتك لحقتها لاعبا ومديرا للكره احيانا يعني. وبالتالي الراجل فورا قال لي واستاذنته في ان احنا ننقل ده حتى يكون هناك كالعاده حسن قيادة للموضوع. أنا من وجهة نظري قلت يمكن يثار حتى في المؤتمر، وبدأت الدلائل كانوا هم حبوا مع الإعلام كده يعملوا حالة إنه 5 ولا 7 أي ضبابية يعني كالسيد عايز يحطها في طريق الأهلي. هذا الرجل هو حوت غنيا زي ما بيقولوا، رجل يملك شبكات زي ما أنا كاتب بالظبط وموثقة وعلى مسؤوليتي، شبكة تلفزيون وراديو، اشترى تقريبا 3/4 المنشآت الرياضية، لأن الدولة الغنية فتحت ده، وبالتالي هو عمل ده. تخيل أنه رئيس اتحاد يعني الكرة أيضا بتصور غير مسبوق يعني، وبالتالي يملك يعني تكوينة اللي هي على قديمه زي ما بنقول بالبلدي كده، لمحاولات يعني الطموح في الفوز بالبطولة دي أو على الأقل لعب المباراة النهائية. وقالوا كمان انه بحسب اللي حواليه كان مشتاق غير بدايه من تغيير النظام، يعني كان يتمنى انها تكون مجموعات فيبقى عنده لغايه قبل النهائي فرص متعاظمه في الالعاب يعني السوداء زي ما بيقولوا يعني. لكن في كل الاحوال الاهلي قادر، الاهلي دايما مستعد، المؤسسه الحمراء عارفه طريقها كويس، ده يقيني طبعا ويقين اهل القاره كلهم. لكن ما علمته أيضا أنه هو يحاول يزود أعداد الجماهير، يخلي هناك حوالين مثلا فندق الإقامة بعض الزيطة، برضه حضرتك أكيد تقدر تستفيد في شرحها، أنت عشتها برضه لاعبا ومديرا للكرة، لا فكرة الإزعاج يعني موجودة في بعض الأوقات صح؟ أنا بقول لحضرتك. ومن ثم طبعا لأنه الدولة ملهاش أي يعني مسؤولية في حاجة زي كده، حتى التقرير اللي جه للقناه بيقول انه الناس المسؤولين الرسميين بقى انهوا الاجراءات سريعا وقدروا الاهلي قدره يعني. هنا بقى الفكره حوت غنيا زي ما بيقولوا جاهز ومستعد لبعض ما يسمى بالضبابيه في المشهد للتاثير على اعصاب لاعبي النادي الاهلي او محاوله يعني جرجره المباراه لاي شيء. عرفت برضو منهم انه قد يطبع تذاكر اكثر من الساعه القصوى المقدره ب 25,000 حتى تكون هناك جماهير خارج الملعب، وبيرتب انه رجالته يسحبوا الجماهير مبكرا عشان باص الاهلي يمر في هذا الزحام، وكانه يعني مش واخد باله ان الاهلي ياما لعب في يعني مر وسط مشجع، والحكايه ليست بغريبه على
الاهلي الكبير القاره يعني. وبالتالي استاذنت نفسي اني اشير لبعض اللي نقلوه لي عشان امانه الكلمه يعني، فقالوا لي طبعا خاصه المواطن المحترم اللي هو من اصول مصريه يعني. طبعا استاذ عصام يعني ولينا كمان عبره في بكاري جسامه السنه اللي فاتت مع الوداد المغربي هناك في المغرب يعني، وهو واحد من المفروض المصنفين على المستوى الافريقي. طبعا يعني انا كلامك حضرتك اشرت ان انت الحقيقه كابتن سيد برضه انا اسف لمقاطعتك يعني، يحدث ده في الوقت اللي برضه الحقيقه لازم نقدر الكاف مع السيد احمد احمد، لانه الحقيقه طهر قدر المستطاع، وطبعا بكاري جسامه او غيره الكل نال جزاؤه. اوكي استاذ عصام متشكر جدا لحضرتك، كنت سعيد جدا بمداخله حضرتك. الكلام بيبقى موجود ومهما قلته